دكتور فود عبالي حمام محشي. نشوف الكرة الأرضية. مصر، ايجيبت. يلا نسافر على مصر وناكل حمام محشي. لازم نلحق الطيارة، 9 بسكر المطعم. وصلنا على الطيارة. وصلنا على مطار القاهرة، يلا ساعة ونصفهم بالمطعم. والحمام المحشي ناطرنا جوا، يلا ندوق سوا. وهذا الحمام. حمام مشهور من أيام الملك فاروق. الملك فاروق رح يطعميها. وهذا الحمام المشوي، هذاك مقلي، بعد وياه. وعلى مصر جبناك حمام طعمه هناك. بيبي عطشانه. عطشانه؟ رح اعمل لك اشهر نوع مشروب بقلب مصر، تعالوا معي. يلا نعملها العصير لسانشاي. عليك يا دكتور، هو ده الكلام. قصب السكر. رحت على الصعيد جبت لك القصب، وجيت هون على القاهرة جبت لك السكر. طحنت لك يوم بكور سعيد. يلا روح.